الخطوة الأولى اللي احنا ذكرناها في موضوع التصوير بالـ MRI إن احنا بنحط ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد بتاعنا ده بنسميه البي زيرو فيلد، مش البي نوت، بي زيرو فيلد. الاكسترنال ماجنتيك فيلد اللي احنا بنحطه دوت بيسكلي بيحاول ان هو يالاين السمول باور ماجنتس الموجودين دول او النيوكلياي اللي كل واحد فيهم عنده نت ماجنتايزيشن، بدل ما يكون النت بتاعهم بزيرو زي ما في الحاله ان احنا ما عندناش بي زيرو موجود، لان احنا نخليهم كلهم الاين مع بعض. اوكي، لما يكون البي زيرو ده اون. اوكي، فمعنى كده ان احنا في حاله لما بنحط البي زيرو بيبقى في عندنا عدد منهم بيبقى اللايد مع الماجنت، بحيث ان في الاخر يبقى في عندنا نت ماجنتايزيشن موجود عندنا نقدر نقيسه. الميزه بتاعت الموضوع دوت ان احنا يعني بنكبر جامد جدا الماجنتيك فيلد بتاع النيوكليوس، بحيث ان احنا بدل ما كنا بنبص على نيوكليوس واحده بنبص على عدد كبير منهم، فمعنى كده نقدر ان احنا يعني براكتيكال نقيس الحاجه دي بشكل يبقى السيجن تو نويز ريشيو بتاعته مش بطاله. الحاجه المعتاده اللي احنا بنتكلم عليها في الرينج بتاع البي زيرو دوت ان هي في الرينج بتاع التسلا، في رينج مثلا من مثلا 0.3 تسلا مثلا لغايه ممكن دلوقتي نلاقي حاجات في ال 14 تسلا، حاجات زي كده. فطبعا التسلا هو حوالي 10,000 جاوس. الجاوس دي بنتكلم على ده الماجنتيك فيلد بتاع الايرث، يعني الماجنتيك فيلد بتاع الارض ده الجاوس 1 جاوس. اوكي، فبنتكلم على ان 1 تسلا ده عباره عن 10,000 مره قد الماجنتيك فيلد بتاع الارض. الحاجه اللي بتحصل هنا الالاينمنت اللي بيحصل هنا ممكن احنا نتخيله شبه قوي ان انا عندي بوصله وبحطها في ماجنتيك فيلد، فطبعا البوصله بتتجه للاتجاه بتاع الماجنتيك فيلد دوت. اوكي، فلو انا عندي بقى تخيلت ان كل واحد من البار ماجنتس اللي موجوده عندي في النيوكلياي دي اكنه بوصله، اكنه الابره بتاعه بوصله، هلاقي طبعا ان انا يعني كلهم تقريبا بقوا في الاتجاه بتاع البوصله، في الاتجاه بتاع الماجنتيك فيلد نفسه. اوكي، فده اللي احنا محتاجينه عشان نكبر النت ماجنتايزيشن بتاعنا عشان نقدر نقيسه بشكل ايه، بشكل افكتيف.